الحب اللي الاهلي فيها ديت من 12 سنه 12 سنه بالظبط، لعيب في نفس الملعب وقع فضت روحه الى بارئها من 12 سنه، رحل محمد عبد الوهاب. ايقونه الحب في هذا الجيل اللي قال كلمه قبلها يمكن الاهلي عمره ما خلف معايا ميعاد فانا لا يمكن اخلف ميعاد معاه، وتوفى والشيك بتاع النادي الاهلي في محفظته اللي واخده قبلها باربع ايام، خدوا منك قبلها باربع ايام، باربع ايام ما اتصرفش، اللي هو متطبق ومحطوط في محفظته، مش متلهف. ايوه، بكره 31 اغسطس الذكرى ال 12 لرحيل محمد عبد الوهاب. ربنا سبحانه وتعالى يصبر اسرته واصدقائه وزمايله ويجعل مثواه الجنه يا رب ان شاء الله. رحمه الله عليه كان واحد من اللي ما لعبش فتره طويله ولكن سايب بصمه عميقه جدا جدا عند الجميع. يعني غرورقت حلوه دي؟ طبعا. ها؟ غرورقت. عيون مانو جوسيو انا اتحدث معه عن محمد عبد الوهاب وانا كنت بعمل معاه حلقه هنا في قناه الاهلي، وقال لي يعني انا الراجل انا عندي كان حاجه و60 سنه وقتها، عندي 68 سنه ولا حاجه وهو عنده 22 سنه، يعني انا موجود وبتكلم وعايش وهو يموت بالطريقه دي وراح اختنق بالحياه. انا عايز اقول لك حاجه ولا بلاش؟ انا واحد من الناس انهارت يعني وانا في المستشفى، لان انا كلفت ان انا ابلغ اسرته، كانوا جايين على اساس انه عايش وقالوا لي اعمل معروف هيجوا يلاقوه مات في المستشفى، ازاي تبلغهم بقى؟ قلت له مش معنى انا يا جماعه. قالوا عدلي ما انت تعرف محمود تكلم. محمود اللي هو كان بمثابه خاله اللي بيتفاوض عنه كل حاجه، فوالدته مش لازم يتمهد لها ان الوضع خطير جدا بحيث تيجي ما تبقى مش متفائله قوي. العمليه كانت تقيله عليا جدا جدا جدا، ولذلك انا حسيت وانا بعد ما خلصتها ما حسيتش بنفسي. وجه محمود ده متصلب متشنج عامل كده. رحمه الله عليه شخصيه رائعه وجميله، وكان لعيب دمث الخلق ولم يخلف وعدا مع النادي الاهلي. محمد عبد الوهاب نجح في الحصول مع الاهلي على 10 بطولات، منها 7 بطولات مع الاهلي وثلاث بطولات مع منتخبات الناشئين. شارك مع الاهلي في 26 مباراه في الدوري، وفي دوري ابطال افريقيا شارك في 9 مباريات، في كاس مصر ساهم في فوز الاهلي بالبطوله في 2005 2006. استحق محمد عبد الوهاب نعي كل زمايله ليه، احساس كل زمايله باسرته، متابعتهم، الاطمئنان عليهم. من 12 سنه رحل محمد عبد الوهاب، لكن اعتقد لسنين طويله مفيش حد بيحب النادي الاهلي هينسى محمد عبد الوهاب، اللي من كتر حبه في النادي الاهلي وارتباطه في النادي الاهلي ورفضه وشه عروض لغايه اللحظات الاخيره، كان في ضغوط على ان هو يروح الامارات، كان في اغراءات كتيره انا اعلم الكثير منها يا باشمهندس، لكن وقتها الراجل ادى كلمه احتفظ بها للنادي الاهلي، عشان كده مات في النادي الاهلي. اسامه حسني كابتن الفريق وقتها واحد من زملاء محمد عبد الوهاب نعاه في ارض الملعب داعيا له بالرحمه والمغفره، نفكر حضراتكم بيها. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد يا فاطر السماوات والارض، اللهم لك الحمد يا بديع السماوات والارض، اللهم صل على سيدنا محمد سيد المستغفرين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد أهل الأرض وأهل الجنة أجمعين. اللهم اغفر لأخونا محمد عبد الوهاب وارحمه، اللهم اغفر لأخونا محمد عبد الوهاب وارحمه، اللهم اغفر لأخونا محمد عبد الوهاب وارحمه، اللهم يسر حسابه ويمن كتابه، اللهم يسر حسابه ويمن كتابه وثقل موازينه يا رب العالمين.
اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. ألف رحمة والله حتى الآن أشعر قلبي، عارف وجل القلب صحيح، يعني وهو وسامة بيتكلم، هو صوته متهدج متأثر طبعا. لا مشهد كانوا سهرانين بيسجلوا أغنية لسيد عبد الحفيظ في الملعب، بيتمرن في المهرجان ليلتها الليلة اللي قبلها وبيتمرن تاني يوم. ألف رحمة ونور عليه. عموما ما دمنا بنتكلم عن اللايحة وعن الشد والجد